على الرغم من أعمال القمع التي تمارسها القوات الحكومية والميليشيات ضد المتظاهرين في العراق، إلا أن المتظاهرين مصرون على الاستمرار في التظاهر حتى تحقيق مطالب ثورة تشرين. التظاهرات في العراق تعكس استياء الشعب المتزايد من الأحزاب السياسية التي حكمت البلد نحو 17 عاماً، ما شكل إنذاراً للنخب الحاكمة بوجوب أن يصغوا لصوت الشعب الذي ينشد العدالة الاجتماعية وتحقيق المواطنة. موقع بايونير الأمريكي قال إن المتظاهرين في العراق غاضبون من الطبقة السياسية التي نهبت ثروات البلاد وتدفع بالشعب نحو مزيد من الفقر، وأكد أن التظاهرات ستستمر حتى إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية جديدة حتى بعد استقالة عبد المهدي. المتظاهرون وبحسب الموقع حملوا الحكومات المتعاقبة أسباب تفشي البطالة والفقر في البلاد، حيث يعيش 3/4 الشعب العراقي بدخل يومي لا يتجاوز 6 دولارات بحسب تقارير البنك الدولي. وعلى الرغم من الموارد المالية الضخمة التي تحصل عليها الحكومة بسهولة من مبيعات النفط، إلا أنها لم تقدم شيئاً للشعب العراقي، الأمر الذي أدى إلى انعدام الخدمات الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب والكهرباء وافتقار الشعب للرعاية الصحية والتعليم والمدارس، فضلاً عن استشراء الفساد في جميع مفاصل الدولة. في الوقت الذي خرج العراقيون بتظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، أكد موقع بايونير الأمريكي أن السلطات في بغداد ردت باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، الأمر الذي عقد الأمور، لا سيما بعد أن طالب المتظاهرون بتقديم من تسبب بإراقة الدم العراقي أثناء التظاهرات إلى محاكمة عادلة، وهو ما يقلق الحكومة والميليشيات، أول المتهمين بهذه الجرائم.